بداية الشوط الثاني في الدقيقة 16 عندما تمكن تشامبرلين من تسجيل الهدف الأول في المباراة وفي مجرى الشوط الأول. أيضا ومع بداية الشوط الثاني تمكن اللاعب الألماني بودولسكي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد صناعة وتميز من اللاعب أوزيل واستثمار من اللاعب بودولسكي. ليفربول حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 59 بعد سقوط اللاعب سواريز داخل منطقة الجزاء، وسجل من خلالها جيرارد المتعهد بتسديد هذه الضربات هدف وحيد لليفربول في هذه المباراة. أرسنال يواجه في ملعب الإمارات كما ذكرت فريق إيفرتون.